آمين يا حاج. الحمد لله الحمد لله فرحنا بكم. الله يبارك فيك. الله يعاون سيدي ربي ان شاء الله يزيدكم بعمر وخير وصحة وسلامة. آمين. تفضلي تفضلي الحاج تفضلي. حنا وعلى الإخوان المسؤولين إن شاء الله. بسم الله. مرحبا بك مرحبا بك. مرحبا بك الخير وليدي. الله يرضى عليك. بسم الله. تفضلي. راهو ولدي اللي جاب اللي جابنا عبد المغيب. مرحبا بكم. كان عندكم سميتو. الحمد لله في طنجة. مرحبا بكم. لك الخير وليدي جابني. كي داير امك الحاجة مزيان؟ الحمد لله ولدي الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله راه جيت يا وليدي ربع المرات هذه. إيه. هو خلا جا عندكم شحال هذه؟ نعم. إيوا وقعدت كاع مريضة ني 8 سنين هذه. إيه. وأنا كنعاني في مريزكو. تنعاني في مريزكو. ايوا الحمد لله جاب الله على شويه بعدا سلكت شويه ولا اني ما عمري تقعدت الى عندكم الله سبحانه الا هو جابني لهنا. جيت مره شديه جيت مره شديه جيت اربعه المرات هنا عندكم. منين كتجي؟ فين جيت انا يعني؟ من مدينتكم؟ منين مدينتنا؟ من زاكورة. حنا من زاكورة. من زاكورة حنا يا ولدي. جابك ولدك؟ جاني هو مشى للعمل لطنجة. نعم. كان يعني خدام في سمير وما عرفت قال لك ماشي خدمته هي هذيك. مشى حط الريسي مشى لطنجة. نعم. ايوا شويه ضرت به الوقت شي عام هذيك الحمد لله جاب الله التيسي. الحمد لله. طنجة كلشي موجود، العمل موجود تما، الفلوس كلشي كاين، حتى هنا كلشي كاين الحمد لله. الحمد لله. ولأني طنجة سبحان الله كل إنسان في دين الله الرزق ديالو. داكشي يا ولدي يا ولدي الله يسمعك خير. الحمد لله. إيوا الحمد لله. شنو كنتي كتعاني أنت يا الحاجة؟ كنعاني يا وليدي بالأول ما قالوا لي في مريزكو حتى حاجة. غير أنا مشيت قال لي مرات لوسي كتعرفي هادشي تاع الطبيب وهادشي أنا ما كنعرف. عمري مشيت للطبيب ولا كليت الدواء كناكل غير العشاء. نعم. العشاء هو دوايا وبخير ودكداكا في زاكورة ووليداتي غير قلال هكا. المهم الحمد لله نفعوني في ذاك الشيء. شي بنت مشات حتى هي لتما والحمد لله قعد معايا هاد الولد مرض هذا هذاك مشى مع ولادو لطنجة. المهم الحمد لله. إيوا ملي مشيت ما قالوا لي والو تنعاني والو والو والو. ملي غير المريض تقول هنا التحاليل هادي هادي مرة مرة. مهم شوية شوية مشيت درت الراديو قالوا لي فهنا في الموحدين قالوا لي راه فيك وزلو وكو وزلو. قعدت حتى ضرب بيا كل شي وزلو. قال لي راه طلع لك حتى هنا طلع لي حتى راسي صافي طحت. والحمد لله ملي جيت لعندكم جاب الله الشفاء الحمد لله. الحمد لله. أنا خفافت وليت كنعس وليت فرحت وليت حليت غنيه في الدنيا وليت كنحل كل الدنيا ظلمات غني. شحال شاف عمرك؟ حليت انا عندي وقيلا 63 64 ما شاء الله على حسب ما مركينا. غير في الحسن الثاني حنا زاكورة غير واحد ولد خالي اللي خير ان شاء الله اللي هو في الخدمه. مرحبا بك الحاج في اي وقت. مرحبا بك الخير وليدي. مرحبا بك. انا قال لي كتجي من زاكورة باش تعالجي وترجعي. لا جيت هنا لحي محمد. جلستي على شي ناس؟ كرينا كرينا شي 20 عام هذه هنا يعني سكنتو هذاك الوالد. الحمد لله يعني غير الاصل تاعكم من زاكورة. طلعوا الدراري في شي حمام قبض باباهم السكنه. الحمد لله. جاب الله التيسير طلعوا الدراري. الله سبحانه وتعالى. انا كنمشي غير رمضان رمضان شويه شويه. هذا الله عمو قالت ليها اجي وليدي راه غتمشي تغت مشي قال ليها قالت لي غتوض واحد الساعه غتخلي ليا الولاد. خلاو ليا واحد جوج الولاد. قالت لي حتى انت راه غتخلي الولاد بحال خوك صغيرين. الحمد لله بصحتك مزيان. الحمد لله كانت حسان توليك. الحمد لله. مره حسان توليك. مره جي محليا كان مرحبا بك. داك الولد مسلوب شويه مسكين حتى هو قال لك ما عشق. قال لي داك صنغور الشيخ داك الشيخ اسمه نعم اللي هذاك قال لي قال لي راه ما عشت نمشي نقول له يطلب معايا الله الشيخ في الجامعه ديال الحي. نعم. ديال الصنعاء. نعم. قال لك راه حتى هو الله اعلم ما عشق. قال لك الوالده ما عشق. ايوا جاب الله التيسير مره كيمشي يخليني
قلت لي راه نمشي لزاكورة نكبر صحتي وهادي وهادي داكشي اللي عرف ما كاين. عيطت من السبيطار 8 سنين هاني، قال لي انا مشيتي غادي نتلك، قال لي راه بغيت نمشي عند خويا الشيخ رافض. واش انا كنمشي عندو ما عرفنا معاهم، وجيت ولقاني قال لي جاب الله انا الشفاء بغيت نمشي معاك صافي. مرحبا بي. قال لي راه الا مشيتي مرحبا بي، مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم. وتعا يجي واحد المده هادي ماشي مشكل، وقت ما جا مرحبا بكم كاملين. سير الله يعزك الحاج، الله يعز وقتينا وليدي. انا اللي فرحنا بالشفاء ديالك. وي وي فرحت وليدي، فرحت بكم. الله جاب لي من عندكم هذاك الولد اللي جابني ما عرف. مرحبا بك الحاج، سلمي على ولادك بزاف، سلمي عليهم واي وقت جي عبد الرحمن. سلم عليك يا راجل يا فاتح. الحمد لله. الله يعطيك من فضله. امين. الله يطول لك العمر. الله امين. الله يكبر بك الحاج. ومولات الدار الله يعطيها الصحه. يا ربي امين. الله يعزك. هذا هو. الله يعزكم ان شاء الله. يا ربي امين. شكرا لك. الله يعزك. الله يعزكم. سلمي على الابناء ديالك، سلمي عليهم. سير الله يعزك. الله يطول لك العمر. امين. الله يحفظك الحاج. يا ربي امين. باش ان شاء الله حتى حنا نجيو نشوفوا. ان شاء الله باذن الله. الله يكبر بك الحاج. امين.